Assalamualaikum warahmatullah. Wah, ini gimana langsung gue. Ya, ralli halik bis. Afal mara bina halla. 2 minutes. Assalamualaikum, wani gimana lebat. Suwa kalai, oke. هلايتو بدنا كهلا كودي عشر بدنا كهلا يي وكل شيء كنا يسومالي إذا لين يردي لين يرد أفكر كا أنك خبو سو ما أعرف لا دردام دردارم لين يرد بهت فيديو كنا كهلا فال هذا سو حي سو تيسن حكى هلا يسا وا وحكى هلا وأكيد أنت ولا تبي يسادي فيديو كوري تبي يسوم مركو أركيسا يعني واحد صار صار كل حالة صار كبروبلم كا هك صار كبردان كروح كتشر لاتر كتشرتو ثم لي فرانس يا مركا حبلا مرة بينا قال ريت ميدي تشيرين سؤالي مني واحد قال لي هو ميدي أركين سؤالي هي حد هي ميدي تشيرين كده كات ودي تشيرين كسبت آيفون كده في الكلام ده هاد كمبيوتر كي وها إن مركا رالي هذا إن وحكى لي وحيهات دردارا لين يرد ما دام وحا كتير كتان عليكم هلا وحا عندي كتو أركا كهلا يا وحا عن سو أركا أو ولا سو يابا عندي عن كسو عن كهلا يا إن وحا كلو كهلا يا إن دبعت دا إن نمك ما دحلا كوهيا سوماليا يو دبعت دا كوهيا أورياشا تقوشين كم لحين جرك يو سدوت جرك يو حاسته كهلا يا مركا تاس هت أرنتا كهلا يا ما شاء الله سوق على فيسبوك إن وأركي كرتان بليز وشير كرين كرتان وحواي إن إن مدة مدة كرتان بالها وحات تدوسا مركا حط كذا دائما كل ساعة في واقصة أنا وح أسوي حكا لا بس وحيد دردارا ك أنا لين ولا دردامة لين رضا يعني حكوا ذا كوكا استو صدق كير أما صدقني شن كير هذا ذكر صوت النشان كيرا كهلايا أو وش سي فهمان دبعت ما عرفت أي قعدت ولا ما عرفت نبض كوكين سكران وحكو قف سكران وحكو سما سكران نبض كوسما سكران تاسا كهلايا فين كي قوري تسبع في الصدى سيف يعني كأفهم إنسان بكس بروبلم عن كأركي ودمت أنت وري جاي بعد ما أي وسومالي عن عن تجين بكس وأقول شيء لكن ما كورين ودك سومالي ريسيرش أنا كسمية لو كستن وصوريج حبت كستو وصوريج مل وصمرة أوكي وقت رمضان وكسوب قالي لكن وحن صو أركب بروبلم بدن وعن عن عن صود اللي سنعهد نرك أركب فيديو كوري إن سفي عنا وفهم كرتان عن دا أركتين وحكى الله وحيل بدن عكى الله وحكى الله قات كى الله حيل وحن صو أركب قبل ها بروبلم قبل بدن صو أركب بروبلم كده يعني سأف فهمي يو ويلش مش سومالي ما عرفت بروبلم كجر او اصلي هاي محل دام اي 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 كا 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 بان ماركا وحا سحبا يا فكرة وارون وفكر في قابا يا هاتو اذا اكي كرا اذا كمبيوتر اكسو قل غالا هذا كمبيوتر اكسو قل مارك مي بينجي مارك دامي مقلي سي مارك سوح العليا انا اكدبا ودقي استاجرتا لكن ما شاء الله اللي مقلي كرا عبت كيلا سفيا عن كف دقي استا وفهمي سين صوتا وحوية وأرن أدين كسكوب بدلي كرتين ويعني محك فائدة كرتين وما عرفت إن أدليست يفكر كل هان كرتين حتى هذا بدلي حتى أدليست وح أفهم كرتين لا بروبلم كوتشر بس وح هذا مرك وح كوتشر تيد وح نقطة بلاين يعني إن دول عملها كان قاكرتا مش مرك اللي جوكت وح ده كعب بتان كعب بتان ما أرك كرتين قف قع سبق مرك كوي ماذا أرك وأرك كرا بروبلينكا وحماشي كجر مكا أنيقا ماشي مادام أوتسايدر أها أو تتكدال كي إماضي أو سومالي تغي أوحا أركي وحانيتو بروبلين كاسيتو ومغالا دا كجرو حفظة بدانو كجرا كبلا بدانو كجرا دواتب بدانا كجرتو مفهمت مركا أو دياشا أنا وحا سولو أو دياشا واي وح بروبلينكويا أو بروفيسر اسكو شيكشي غايو أو بروفيسر هيبل حليبان هيبل كان هيبل بردا بردا أو دي لقامات كيف تقول وشي دامو كيف تقول وشي دامو فهمت أنا نسوي شيء أمريكا تاسا سؤال كائن وحنا دائما أو أنا غير إسكالي بتنجرك سومالي جو عقلي بودا سؤال كائن قرأت
عقلي وهذا سو أركض أنا هنا غير ركاء لبي تمجرك وانا قل لا يقول لي ما أركض لبي تمجر سو عقلي بدن يكسو كعقل بدن يكسو ديت الكجرو ووحا سو أركض يكسو ميديا ران ورستي هذا من فيديو ما قلنا سو كده أو أي تهاي أنا كل دهاي سنو جيركا ورسنا سين نبض كرة بالهات سين نبض كسمية لما تدى بشين نقول لهات هاد سين سمية لهات وحكا سنو كل شيء مركا كاميرا محن كان This is sick. I hate this camera. Hold on a second. I don't want to turn my eyes. Camera is new. It's a camera that is new. It's a camera that is new. I hate this. The world is iPhone 8. Why? What is new about it? Camera is new. I'm new. I'm new. It's a camera that is new. I can't believe it. Damn it, computer في عام. Anyway, وحاسة كهلاي إن دليل هذا كهلاي دليل هذا إن أيق فهمان بقول كأيق إسكالة وذي بق ليو أور بق ليو سو أنا وحاسة سو أركي هذه كده عد كي أدا أركي سين إذا عد كي مقلي سين إذا زمارة صور كي وحيدة مركفرين تروح بس إننا إيش شغو دقنك وحيالها عن كسو أركي قر ودنك مكان تجي وذي عشة ستة عن سو أركي والمقر يسمى مرابو مركة أودياشة ستا عندها تشينا تقوي أوديال أو برفوس اسكو شيغاي حلبان اسكو شيغاي شيدان اسكو شيغاي قدي قدم أنا يقول وحي إلا بتاعي إنا أودياشة بناك اللي اسكو جيو لأن يرد إنا أيغا تشتان إنا أيغا تشتان و آيه هو لكا تشتان و نولوش هو لكا تشتان إلا أسا وينيك بري قرسانا و مارك أدو قرصة ده حتى عروت وحسيسان لابرتو سيدو ميلو كين لابرتو ما هينا قدتش من التقاء هنا بابور كوفوشيد وباب محل قدال وردية انو قتدو عوي دوري بناك كوكوه المام وارحيطا قاتشا بسي قاتشي سانايين اينا قراعي قدي عشاق ونسكو عنا المركزات اركيسا علوشي اسكو دكتي ويرشا ستا انا ويجي طوان سانا سوس اتواكاهد لكرا سوطا بروبلم كاسو سو اركي منتا وريغا سومالي because wax marka aragti wax kula yaabo ana waxa dhay aan ku noqdo dulkan ka imaade marka saaraba inaan live dadku u sheego u fahmo u fasiro waxa ka jiro waxa facebook ku jiro waa wax aanan dadka halkaan oo ayagana weefta kala ku xiran oo waxba ayna dadku soo kordhinay shan iyo laba unba ka fiican oo inta kala waa wax kala waalan aan adan waxa ka faa'iide maanta qabiil buu ka soo adeeyay qabba fadda qabiil baa wadanka keenay qabiil baa qurba keenay qabiil baa keenay meeshu joogo قبيل باح عيد برتاي ما فهمتي مركز أقل كنتو سبيل تكود عليه ومدح وريه كود عليه أو PTSD كود عليه ودردي ولا أنت كود عليه وهلك قايلين يا أنا ودينا ريل هبل أنا ودينا ور كل جين جدي جدا وسخين فاتين ومدح وعلن والله بلا سس ولا لا لا بل أنا مركو إنه فهمه وذي قا ما يتا وكود صعبتهم وكله يا أنا مرحينا كوا أنا وسير كوا أنا حلما كوا ور F O كده كل ده عيرية عيرية مفهمتين يا دي فشتورة انت ربما مدى فرحية اللي مفهم غير اندو انت فشتورة مركا وحا كهالله يا صومالي كهالله يا ومسوشكو مالله يا ولا لو بكس مالي مقلي ما جارتي قدتك وها صومالي وحا كهالله يا سو يا مستبراتس يا مستبراتس صومالي سا سو تبعر يا كانت فركلارة ما يا كان يا رين يا دي فركلارة مركا تدك سعني لها لي أني يرد الله لي أني يرد أني يرد أني يرد إني كعان الكود وكعان سيدي ويرشي إن إس واي إل أي دونت نو إتش كود ولكن أني يرد الله وشيء بكس أني وحنا وقعنا نيجا هو إيفر وقف كست أصد إن شنك يا وعد أني يرد ها أوكي مركا كوس عن الله لي بما دو بما ده ها اللي نوع أوكي يا فيش طول اللي نوع يا بيت يا فاتر سمالسكا تزعر يا مستفى كلاي ساعتي anyway marka dadka salaahadlaya aniga aan dhalinyar salaahadlaya oo suuqa in dhamaaduu iyo badana maanta ka hadlay maanta dadka salaam muuduu ka hadlay please hada waqti heesid dhageyso oo share gare oo wax walba maaratay share gare sab aragto in garate oo fahanto ya fayra ya ska fiklara isha en yamsta wax ka hadlaya dhalinyarada yaani أم دومنا صومالي دا أو صومالي يدقن كوو قربة شوغو ما لها الليو كوو ودن كدقن على لها الليو أو للكودة بسنكرو أو للكودة دهب وجيرو أو للكودة وحول معلن يوشن أنا دا كسال لها الليو ما قرت مركا تاس دراد ديد
la fahmo waxa ka hadlaysaa waya fiican taqdo kaamil anyway ee ma fahmaysan waxa dadku ka hadlayo qofba meeshan wareeriye ma maano igualaya ma fahmaysan waxa hadlaya ma maqlaysan samee maqlaysan waan anyway ee ani hadda marka aniga sala hadlaye oo diyaasho saaraba dadka qaadka madaxa ka galay dadka la wareeriye dadka ee qorba joog maskaxda ka gashay kuwa sala hadlaya hadalka ma rabo inaan badiyo marka taas daraaddeed hadda fikir qabtaan hadda erey wax ka qabtaan I hope inaan videogii ka horeeya u afirsateen saa u fahantaan waxaan ka hadlaye hadii aadan fahmi please or soo dhageyso oo marka soo gal markaa saa u fahanto waxaan ka hadlayna laakiin hadartan xiyamaanta dhacda barika laye ma rabo in aadana kusoo celceliyo bravo walay maqlayabay raisu thank you marka taas waa waxa ka hadlayo dhalinyarada la hadlayaa soo qof haddii fikirka qabo inaad soo geliyo io soo sheega oo inaad darta inaan wax ka hadashaan ama mawduuc ka bixisaan wax ka bixisaan soo welcome marka yaa soo geliyaa soo qabtaa io sheega bara hayo waan kusoo qabanaya okay Faiso, kusoo qabtay. Faiso, catch up. Salaamu alaykum. Alaykum assalaam wa rahmatullah. Ogaa diyaar ma ihiyo oo ay caruurteedii wixii iskaga dhex jirtaan ay ka maratoon ka qaadato. Aki waan aniga madoobe waxa weeyaan waad ii jeedi ka dhaalaa. It's okay, bye. نبات هوري ما في عنا هاي سيف فكرك كله يا هاي أنا ما أنت وحنا كهلا هذا الفيديو قول ما قاعدنا في رصتي وحنا كهلا ما أنت تطلع لنا يا رادا إيو سيدا يسكو بهدي لنا عيجا بهدي لك عيجا قعدت يسكو جني حلبان ويفتا ويجي ماري أما إيران حلبان كون قنا يا أسوأ وحقوري كرين وعربي وحكو صحي حاية بس أرك مرك سيف ولا تاع هذا بحس والله هرتها بريري حلبان هذا الصوماليات حلبان آدي آدي آد وحصو برتاي أو عقل بدن أو very active أو ولي بمدحوينيال وقل ما كبوحه عن أنا عمر كان رك دقيستو الله قدمات صلاة وكل الله بركةه وأنا ما يريرو عن سلاه كوا أنا يجا ومدح كبها بومبا وحكو صهارة قرب شوكته هرت قرب شوكته وحوي عن هبر معن دلكي وكباب إن een wadankeena wuxu dhaantana ma lahanin in ay wadanka u kacaan wax qabsadaana way wanaagsan tahay ee tan qabyaalada ku soo hartay qabyaalada horta hor waxa weeye qabyaalada waxay ceeb tahay markaan aniga adiga kugu ximiyo qofku laakiin markii la yiraahdo qabiil ha baranin oo qabiil yu baranin qofku wuxuu noqonayaa confused buu noqonayaa qof wareersan jaha wareer ku jiro yeah adigu haddeertaan hadaa tareen ka soo degtid oo meeshii tareenku uu ka keenay aadan garanaynin hadhow tina meesha u noqonaysa ma taqaan Soomaagid sax marka qabyaalada hal daayo oo dhankeeda xun hal daayo anigu waan aaminsanahay in aan la isku ximinin in aan la isku xastinin in aan la isku waxeynin laakiin qofku meeshu ka yimid inuu barto ceeb ma ahanin okay en wax qabadkana waxa weey rag iyo dumarba waan halkaga baahan yahay een maxay haytaa ilaahay macratay wadankeena iyo dadkeena bagood ruucadaha isku mariyo adigana saan ku jeeday gabar yar oo active ah tahay gabadhan kale iyaduna hadda qolka ku dhex jirto hufan la dhahaa waa adigoo kale way waa very active iyaduna social media da dadka soo wada galana boqolkiiba boqol dad wanaagsan oo wax tar leh ku jira oo dad aqli leh wax laga saacidsan karo dadku ma wada xuma laakiin dad si qaldan u isticmaala oo qalad uu isticmaalaa way jirtaa oo adigu caabuq iyo qabyaalad iyo wax daran iyo ay ku jirto aan gabadhu waxay tiri unit young president inkastoo ingiriiskan aan isku fiicnaan hadaan qofsadana raal iga ahaa qof weyn baan waan dadaalayaa yaa hawr irdaadan ku jiray sidaan u jiidayaa Soomaalaha waxa weeye muhiim ah qofka age-ku yahay aan qofku waxa weeye qof wanaagsan oo wax qaban kara ma yaa laakiin anaga madaxdeenni baaba wuxuu u bateen batuugba ka war nin dhanbaaba wuxuu isku soo sharaxayaa inuu waxbaan qabanaya dahab baanahay gaalada nab ahay Itoobiya ka nab ahay Kenyaatiga nabahay waxaad arkaysaa laba bari kadib ninkii oo Kenyaatina shafka ku sita wadnaha dabarkana Uganda isku sita
ومديسي وكذا شيء دكتي سينا مدو حرية مدو دلا كذا كذا هاي إن تهذا كلام عني وحنا مسنها ودن كأن مدة اللي قصوا قال وحيته وقرب شوكته يمكن كان عوه السنين وحصاب برتينه ووقع أبصر دان كقوته وقربها كإيمانها هي حن أم لين يا مسكحين حتى ضد فيد أما أنا مسكح أول السنة صح مركا حدا ودن كدت كي شوقي أدا فيري أنا جا قبر سوماليات بانه ومد إله إسلام سوماليات بانه ومد إله وإيس من تو إن لكن مدحويني هو روح هذا حسن الشيخ الله حفظه ماشي شوقنا الله بركيو مركو آمين. ودن كهيستي إسبدل في أم باكس السعودي فرماك مركو يوم لكن وحا إسلاحين ما دابا أسقو قربها كي مادي حسن نقونا نهين دتكي قربها ماركتي سو آدي وانين بسل او ودنكو هقاق الدون لكن وابا كسي ضرائبا حد الدرفاها وقف كست أقول الله عبان داد قف كست أقول لي قورمي بمبكو وقر حيدون تا برك تالف تقي إذن اللي باتد إذن اللي هاي إن دادك قربها كي ماريا ودك ويباب إيان سومالي دادك تشوغا أنو وحان قبا دادك أن قربها تشوغا عاف بادهان حتى هالا بروحة ترتحان ونو قربها لغا قادة سوموكي والان ديس كمركا أوتك توحي كليهين هم ويبا كوايا هم ويقا أنك مركا ممنقان وحي وحيسه ودن كيوا وحي استحيستاك لفتك سحنون بالغا قادة تغير رأيي في الرماشي وحنوم علينا يو حنوم كصعود خاطير تقص شكتي أي وضك تجانا وما ضحك النقدان اللي هاي ورك إسكوس وضوب كوري رعقل بدن بعطيها برمع الله كبرك أيو وما تسوى مالي إن الله وخير قبها وكانوا أدي أنا قبر ما شاء الله هاي مركا إن sometimes إن وحس لا دافسنا أو هديدتك وهذا الشيء كيستان وحكس وبحية وحبوصتي فما وقتها وناكسن marka dadka social media ku jiraana dad wada xun ma aha dad wanaagsan baa ku jira kuwa ka qosliye kuwa ka weyn hadda waxaad aragtay in Soomaalidu waxa leenayso oromada maxay kula tahay arrinkaas habreere ma soo wax laga xumaado ma aha ma absolutely sax okay laakiin waxaas laga xumaado dhibtaas wixii koos greeyay anagu meel ma isla dhigno ma ka wada sheekaysano waa maya oromada waxa jirta in ay new police ku laayeen Soomaagid oo xabashada ku dirtay okay marka new police ku waxay wataan magac Soomaaliyeed ay wataan anagu anaga iskala naqaan qabiiladaana ay waxaan nahay laakiin dadkuna ma kala yaqaano umadaas wada madaxyada yar yar oo dhiga kurulo fudfudud oo walwal inaan nahay baan loo jeedaayo afrikaana ahayn so new police ku xaal rabay shalay markii maxay ahaytay ay oromada leenayeen inay ka fakaraan inay magac Soomaaliyeed wataan qof kasta oo Soomaaliya raas asir iyo raas gambooni kiki yimaadana dartooda loo dilayo marka waxaa la rabay inaysan culadsan maadaaba ay meel xun ku jiraan oo xabashi iyo balaayo iyo dad diin ahaan iyo isir ahaan banoon nicib ay ku jiraan waxaa la rabay in ay ka noqdaan arrinka dagaalka Itoobiya ay dhaxdhaxaad ka noqdaan laakiin nimankii way tageen oromay soo laayeen oromadii hadda dadkii bay laaynaysa marka waxa weey Soomaalidu xaqiiqda runtii runta anagu dad isku sheega ma nihin qofka wuxuu sheego ha adfiir dabca sir baa la xiray dadka dhan qabyaalada ay meesha la soo fariisteen meenan eegin aniga dabca sir taageeriisan ahaa aad iyo aad baan u taageeri jiray nin iska farxaan oo ahaa nin iska habiyo ahaa laakiin ma aynan fiirinin in Soomaaliland wax wanaagsan tustay wax qaraahna tustay marka aad wixii qaraara kaliya aad eegtid oo qabyaalada u bedesho oo dadkii aysid ayada laftigeeda waa laga fiican yahay warunta ha madaxweyne yani madaxweyne mu ahayn qof mas'uul mu ahayn qof Soomaaliyeed buu ahaa qurbahaas ka tagay wadan kale u tagay inkastoo dadkeeni ay wada yihiin Soomaaliland oo dad Soomaaliyeed ay yihiin meeshii buu tagay waxaa la rabay farxadda inuu la qaybsado ra'yiga asaga ku jira inay qaas u ahaato laakiin adigu adoo maamul sameystay oo madaxweyne leh oo ma aragtay yani hawl kala maskaxdaada ku jirto haddaan rabo inaan ka gado fikir aniga igu jiro oo aan maanta kulaas cararo Soomaali weyn oo ku maago oo marku fariisiyo mar labaad ku fariisiyo marka kasta xal xarig baa imaanaya okay dad baa marka markii qabiil u bedelay reer hebel haddaan nahay reer hebel reer hebel dadkii shalay fikiray haday dhab ka tahay oo ay jecel yihiin wiilkaas waxaa la rabay markuu shalay qurbaha joogay oo Ameerika joogay oo qeylinayo oo la walay ciirsanaya masaajid baa rabaa inaan sameeyo waxba rabaa inaan sameeyo inay markaas waxaa la rabay wax la qabtaan sax marka waxa weey Soomaalidu waa dad ayaga dhani emotion weeyo kama faa'iideystaan
محي هي تاعي قفك هاي ما عرفتي وقتك 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 ما كما فايدة. فائدة يستان وحيالها النيجاتيف كانوا موقضة تيدي هو كلا صح وحان قبنا وحلي يري هذا حرية مليهن أنا قاعد وحان لقيا هذا وحا أديقا محالي يري هذا أنا قاعد ربا هذا إيش يكتنا كاحنا قصوا مالي دو واساس وحي ربا هالمري نو هاو وضع عرارو مارو مركة هالمر لو ددي يا سيدي عيد اري فردية وقال ها ايك تاس او لفتي واحد هذا ما يابا واحد ما يابا هذا السنة كان او مقحان سلم حاكو نعاو لان يرادي واقي هورا ويلاش ان يرغس ايد ان يرام حيكو كل دونايين بكس واقاس بدقال واتشري سماها واقا دقال واتشري وحبا لقا عرر شري أسوأ أشوري من البريتش هذه بيبا المكتب اللي يرى البريتش شري أحمد قضية هاي عنصري باتشري ايطالياني باتشري فرنسيس باتشري وحكستاج وقالوا انه اي نوع اجرتي قالوا وحاتي ما دي واقي وركنياتي قد ابرك سارن شيرين وشان انه سديت اني ما تصاص بها الكرسي وقوض وحنباري شيري باي وحي امالي نقول كان يسوق قال انا سيسو مالي انساس وقال وحي ما انا وحي ما لانو قال انسو مركي اركان ستكواني تون لين احنا لو ديكر لين احنا لو ديكر باي تقال قاضي مرك انا وحنا يا بني وارها بالصومالي تاع استمحاء علينا ناس وير يعني طبعا انت بتشرين شان يتون شرك توري وحبيت كرين ها ما يهابر معنا ما يرد يقول لنا قمر دم ما لفتيها وهابر يردل يرى هاي وحوات قبان كرتا دتكم مو حما لكن دل يرد يهور يا دل يرد انا اسكو من ما دل يرد دل يرد يرمي هو ان كو حارن كنا حويه وعيالك حافظ وار الحمر دل يروي وار المجال سوريا الحمر دينه لكن ما أسوأ شيء اللي مو ما حيوا يوحى مالنا كويس إن فكر كمارة تمرك وقفك كتشر دلو دلع عمل قفك دلو عمل بس كاب مركز على كاب وين دلع علي صار حنا نقول كذا سنين كوي ماذا عاود أنكو حق كو أقرنا كي ماذا حاول يورو كو سواشا أمريكا كو سواشا من جبان كو سواشا كو إمارة وحو كادا دعسي واسك وحي اسك أميرة سنة اسك جلسة اسك عند عنيسة مركز كله يعني كله أنا قص إيه نقب سدات ولا دلني يا رب صار وسنة مثل بقال درب وقلنا كل جسد والله واحد كو صار كده ووح أن كيا أربع لوج لنا يا سدت الكاسة تعسفة مسؤول كم كاسة كل وريال مين وركب حمين وراس حمين ورلام قعنا قايل علينا ورا ناس وريال لسك إلى لين أنا يركل ثالث كسي إلى لين يا مرك أسجينا دلاب وحكوتشرا بولت بروف باور بولت بروف كوتش أنا ووح أن ليا بين وحير أنت حافظ كلمة ملك استجس جس كون فرن واتجي وخوي قرين عندك الوقت وش كمت قد تقول أنا حسير وحبم مر الإسلام ولش مرك وين هرتك كعان ما أها إني إني إسكهر دانو إسكش فرستانو إني إني وريكان مرك تاسي الله جزاك الله خير أبو وارنتا هبر المعان إن على ديري قرية دتك ولو باهي حي إن كبر يرو وحبر الطيبات هاي أنا ودتك إن هوري رتاير بان نقوني ددوا وين بان نقوني لكن مسنا حوغا نجا مقنا إن أن دتك إن أما جوابي إنه أما أن يعني لا شيء كيسرنه نوحي تلانا أن كدر سنو مركا وحان من سنة يعني داتكي نغم أسوى أشي نغم أي دي مو ولود داتكو ويكوشتا لكن داتكي نبا وحييهين نمحي هاي تاي دات ما أقان دات أن أبسلين إني مد نقدان إني مدوبا دات أبسل ما أهنين لكن هدي أبسل هذا إني مدوبا نوحي على بدن با لقبان كرا دالين يرا وح برطي وبدن با شوكته كوري ميو عقلي كبوحا بوحا إلهي ما أركتي دتك الصوماليات وحيال بدنو في عم بالجيه الكرام مركها بر معنا عدنا قبر العقل بدن باتي الله كبرك ما شاء الله جزاك الله خير وريدن كنا وحقدر تصدق قبرنا مركا سوشيال ميديا دنو مالح معنا هبر المعان ومال ما يوفي أنا ولا قد يفكر وحن ولا قد يفكر مركو حلا يدلين وإنا أود أن نقول هذا أنا وحن ده وحفي عن كلية الإستاذ وحق لا تفهم لك عقلي ولا كشقي سيان أنا متاسب بها هبين بهبر البروجرام كهذا إن شاء الله جور كلفتي سكوسو در جوريا سكحصل لنا نسوي قف قال قرقة كتاجنين ودن كانوا حمد طريق كرا وارنتا إن شاء الله جزاك الله خير أيها مر معاك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليها النولات آمين يا رب سلام عليها النولات يا كل سوق بتاع وانكود انكود درا قفكم ما انت مرك موضوع انه حوايد دك ارنت دي فكر كنين ان دغي سدنو يا كل سوق بتاع وماشي كوتشيرو محمد ما سوق لك بتاع ديغا مس إيه إن الرابلة مسوك لك تمامي مقلسة ده مرت إن أسكها ده شو إن إن الرابلة يا مرت إن أسوك لي واقص سلامي محمد ده ديجا ناس يدوك عليه ما يدلين رد إن كان لاي أنا وحال لاي دلين رد بولي دلين رك أكتر وين النهاية دلين رف يعم وين لين النهاية دلين رو محتر وين لين النهاية إن أيق بس إس آمينان أيق ودان أنا وحوا قرن كرا أنا وحوا سمين كرا أنا وحوا
بدلي كرا وينا ولاش سي قبلها صنباها هناي دلين يرادا او فيعن إيه فيديو جيد ما انت كي كورين انتاسو كساب سنة وحيالها ستان سو اركان وكاد لي او دي يال فيعن واجران او دي يال حن واجران لك كو حن با انترا كباتين ومركو كو حن با انري كباتين مركا كو سان كاد لي ان وما تنتهين إيه سو غلا مركا إيه وحكالتا إيه inaad igala qayb qaadato ficnaan lahayd oo fikirkiina dhegeysto because hadayta waxay igu wareersan inta markii tirada ka badnayd waxay igu wareersan ma ku maqlayn oo waxaan jir mulay maqlay maya marka waa inaan mar laad soo gala adiga soo gaabi aad iyo aad baa u mahadsantihiin jazakallahu khair marka dhalinyarada sitaa u baahan nahay waan ognahay inaad joogtaan u jirtaan oo nooshihiin oo maaragtay laakiin inaad is aamintid qofka aminaantiisa waa shay muhiim ah inuu is aamino isaga iskarto anigu wax iga fiican male anigu wax iga dhibaato badan aan dhibaato aan u geysana umad kale ma jirto anigu wiil fiican baanahay gabar fiican baanahay wax kasta waan qaban karaa ninka xilibaanka wuxuu qaban karaa qaban karaa naagta xilibaanta waxay qaban karta waan qaban karaa dagaal waan kala joojin karaa maamul goboleed iyo maxayte oday dhaqameed bu waad noqon kartaa anigu kuwa saarnaa sanadkana kuwaana u baahanahay 2018 aa soo socoto marka dhalinyarada saa u baahannahay oo waxtarka waxgaradka ah oo wax fahmi kara oo wax dhaqan kara oo noqon kara maxaa la dhahaa wiilal dhaqameed yacni oday dhaqameed baynu baranay laakiin ay noqon wiilal dhaqameed wiilal dhaqameedkan u baahannahay marka taas weye waxaan arrinteeda usoo galay halkaa inaan ka hadlo so marka subarka kusoo gelinaya sokal qofkii raba inuu sokal waa soo geli karaa taleefankaaga soo wicin laakiin soo baalka soo gala qofkii soo gala fikirkiina rabi lahaa inaan maqlo because maanta dhan fikirka waa dhegeysteen I need ina fikirkiina inaa isoo sheegtaa si idinla tahay dhalinyarada see loogu abaabuli karaa dhalinyara see wax u tari karaan see dhalinyaro wax u qabsan karaan aniga fikirkayga maanta taas weeye see wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada maanta wax u sameyn karaan taasaan rabaa inaan ka hadlo oo waxaan rabaa fikirkiina aan rabaa inaa isoo sheegtaan cali jubo kusoo qabanaya okay waka sokal sokal marka taas waxa raba fikirkiina inaa ka hada inaa ishebtan aniga marka fikirki wadi sheegay se ila tahay inaa ishegay saan u malaynaa inuu waayo welcome walaalo cali jubba soo dhawow fikirkaaga iyo walaalo waxa se kula tahay ise arrimaha maanta ka hadlay haddaa video hore fiirsatay amaasan walaal kariim ayaan talada wacan iyo barnaamijka aad ambaqaaday ee aada uga hadlaysa dhalinyarada iyo sida ay ula jaan qaadi karaan wacyiga iyo waayaha dalkan ay wax uga bedeli karaan. Anagu waxaan joogaa caasimada dalka Soomaaliya, Muqdisho. Maasha Allah. Dhalinyarada ugu badan Soomaaliyana waxay ku nool yihiin Muqdisho, 150 ayaa ku nool halkan, dadka halkan ku nool 150 dhalinyaro. Haddana waxaa jirta dhalinyarada fursadaha shaqada iyo kuwa siyaasadda iyo kuwa nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka intaba door badan kuma laha, sababtoo ah boosaskaas furaa loo alaystay ama loo mataqaanaa qotay, odayaal ayaa qotay, odayaashiina weli waa fadhiyaan, oday walbana ilaa uu dhinka meesha muqdina. Marka dhalinyarada waxaa ku qasbaya inay aadaan duurka ama keenaya inay qolooyinkaas xag jirka ah ku biiraan ama ay tahriibaan, waxaa sabab u ah sida aniga aan qabo ragga waaweyn ee odayaasha ah ee ku raagay boosaskii ay dhalinyarada ka bedeli lahaayeen. Sax. Sababtoo ah dhalinyarada kaalinkooda haddaan la siin dowlad siinaysana aysan jirin, awood kale oo wax sheerkooda u qaadaysana aysan jirin. Dhalinyaradii waa dagaageen, waa rafaadeen, waa dhibtoodeen, waawey, waa isla hadleen. Qaar Yurub u tahriibo, qaar magafo u qabsado, qaar fakado, qaar dhinto, qaar dalka ku dacdaraysana markaa camal waayeen mataqaanaa halkaas, iyo iska aaday duurka oo dhalinyarada kale ku biiray ayay iska noqdeen. Marka awalan waxaan qabaa in arrintaas la sameeyo wacyigelin bulsho oo miidiyaha iyo saxaafadda ay ambaqaada hawshaas dadka qurba joogta ana ay iyo aqoonyahanada ay ka geystaan taladooda, saxaafaddana barnaamijyo dhalinyarada looga hadlayo iyo doorkooda laga sameeyo insha allahu, si dhalinyaradu
أي فرصة وهلان مهمة دلاليرد أي اللي راح إلا موجيو يو دلك واحد أي كتري كران يسبدل كأي كيني كران إن نعم دولة دلفتر كده حكومة درجة أو سرسر ريو أحرن تاسم التغاناي أي دور وين كغاتان أو دلاليرد أي ليري قليان أي سيان فرصة أي كالمو حق الشغوين كأه سيد دلاليرد واي ونقضان كوو مرال لدلكو دينو كوو مقانا أي أوسو حيسان كوو جوغنا أي سندلك أو قتين dhalinyaradu wax weyn ayay bedeli karaan. Waa injinka ugu weyn ee dalkan Soomaaliya maanta wax ka tari karo. Lagama faa'iideysan laakiin resourceki dhalinyarada markii la beer dirayna waxa way qolooyin kara ka faa'iideystay oo si qaldan ugu faa'iideystay. Marka صح anigu waxaan qabaa in barnaamijyo dhalinyarada looga hadlaayo, in la sameeyo, in wacyigelin badan la sameeyo, in abaabul badan la sameeyo, in isku tashi la sameeyo, in dhalinyarada mataqaanaa hawshooda la geliyo lacag دخلي وحاول يقفك قد جامعات مركو دمية وكلا قد عاصمة ليركلين قد قفك مقدشة جوا وكلا مركو عاصمة وكبها جامعات دي قد يرن وياي عمل الآن ونقض قدرن كرتها صح حالة تزا يعني قولي سو حالة دي صحونها ورمتا وصور مركو كيف ليش صور ورمتا جزاك الله خير ولا الوضع ما تسنتي أم ورتك أحسنت يا بتريقي كريمة. نسوق أنا يا وحي وحي رئيسي سوق بتريقي يقصي لي ما نسوق أنا هاي والله هاي وصي هبل تري هبل هاي هاي مصيبة ده مركز سيد الدل دل الإيري أخياري ماسك الدل دل ما يا وحال رام مركز الإيري برنامج كاسي إن أنا مشتغل مانتن قبيل وحاوم تراي مانتو أوكتين لفك دل كجرو وقبيل قبيل نوامد كماشي أنا دقي هاد الدولة ده شقول بوي قبل لهي وحاوي قبيل ومبيكو صلاي نيسا قبيل كمركة wuxuu curyaamiyey shaqadii iyo taladii iyo fikirkii iyo horumarkii dalka oo dhan. Qabiil ayaa curyaamiyey dhalinyaradana badanaa waxaa ku adeegtay kuwa qabqabliyaasha ee qabiilada danahooda ku oofsada waaweye. Markaasina waxaa dhacaysa in qofka dhalinyarada uu ku dhinto waxuusan garanayn inuu mataqaanaa qofka dhalinyarada ah uu galo barnaamij uusan shaqo ku lahayn. Marka dhalinyarada waxay noqdeen dhibanayaal aan loo ogeyn, dhibanayaal mar walba dhibka ku dhacaya ayagu aan sababin laakiin la sababo oo lagu shaqaysto. Marka dhalinyarada insha allah waxaan kula talinayaa in doorkoodii kaalintoodii ay xagsadaan, in ay isbedel sameeyaan. Isbedelka haddaysan ayaga sameyna aad u sameynaysa malaha dhalinyarada insha allahu. Waa mahadsantahay walaalkiis, jazakallahu khair. Waa waxaan rabay aniga dhalinyaro badana inaan ka arko, because marka aan Soomaaliya tagana aan indhahay kusoo arkay oo waxaan sitana waxaan siri marka ku noqotay dhulku barko waa saan u bilaabay inaan ayaga fakarkooda aan maaragtay la kobciyo oo xitaa dowladda xitaa ay gaarto ay fahmaan dhibaatada ay dhalinyarada qabaan maanteeto oo dhibaatada soto ku qasabtay inay dhulkooda ka tahriibaan, inay duurka galaan, inay kuwa kale isaga biiraan, iyo waxaan la jirin maaragtay inay tuwa noqdaan, inay ama gaajo isaga baqtiyo meel waxbana qofna daryeela ama cudur meelaha ku dilo. Ayaan waa mahadsantahay. Akhyaar badan ayaa qad ka sugayso dhalinyaro badan waa kusoo qabanaya maatin walaalkii, jazakallah khayr. Sokol 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 maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo. Sokol ma tagto guriga soo qaad kamerada computer. Hayo markiis, assalaamu calaykum. Soo dhawo fakarkaaga walaal, inooga hadal see kula tahay dhalinyarada, see dhalinyarada loo wacyigelin karaa, see dhalinyarada ayaga wax u qabsan karaan, see ayaga isku aamini karaan, see ayaga dantoodii ayooda uga tashan karaan. Marka taas rabi lahaa inaa ila ila qaybsato fikirkaaga iyo say kula tahay. Inta waxaa ku joognaa loqaba aan ku joognaa aqalka habagiris iyo curas masare curasta habi masan joog musuqmaasuq waxaa ka mid ah soomaaha caqalada dadka la leeyahay hadda odayaasha sheeganaya in siyaasadda ama talada intaba inay ka baxo shebku waa iska cibaadeen dhalinyarada firfircoon, iska firfircoon, xoog firfircoon, waxa baa ka dee dhalinyaradu qabiil lama lama, laakiin odayaashu qabiil iyo waxay ku leeyihiin hadda ka hor
لكن أنا يادوب مكان هاي سكومة خلصنا إنه وش حسنا في وربع. سنة هذا ما أنت تقوله أم بانك ولا خبي. عبد الله. واستح ولا سفي عم بتكلم ليش ما شاء الله وارون بيكس وحوي قف إذا أجي سنة عينه ما تشرو نيم والبابوسكي أديك ودن كتشوقي أم قف كي ويل كذا نيرا قف ودن كتشوقي بانين نسك إيمانا يا بس بور نوع كلا سك وات بور شقاد يكابوبي وحي إذا مو بوبي أستقال سديت وردي إلى لين هسا مركا وين دنيا الجور ما مركا أيك أيام جور ما أيك سلين أوكي أنا قحيل كأني جور ما أنا هلينا جور ما أنا قصير نقولنا جور ما أيك دنيا مالك نقول كرام حلي رضا حليبان أما حكاية أما gormu asaga noqon kara marka dawladda deen ku dhageysanayeen ama qof ka duun ku dhageysanayeen se marka maxay la leeyahay qasab okay way daba way waa hada ahmed ah waa muujiyo wadqal waxa baalkii dalku uu wax qabsanaaya markii horta ay dadka saamaan waxa macnaha nolosha ay tahay waxaan ugu horeeyay dadka qof walba ee waxa waa Soomaalida quraanshada murudi ka dhigaysa qof walba waxa uu arkayo isbuudaya منين جت منين جت فترة ما شوف يعني كرادية وحاكيني كرادية كيف يعني حرادين كنا أنا فكر كيف يعني وحامرك مجرى على وزن هنا أسبوع ما نسجد وكيف يعني كذا سويلة مرك واحد يجرى واحد كهذا وأمد أنا أقبل كريم أنا بالك ما يجي أنا أطلع عيا وأمد أنا نفهم سويني بس كل مرة بدك إخلاف يعني لأن كنا إخلاف ما أدري أدرسني لكن خلاف في أدي إنه قط بيرسون قط هو فات دلوقتي إذا كنا سنة وحا ويعني جا عدى بيرسون اللي حيا بقى أد أو ما نعرف حتى كده سوشيال ميديا وأنا هدا لو كعيار لو قاب خلنا نقول أنا لو إيش بيجي الناس عندنا ليش عن كثير كانوا أنا القفل البيت كانوا كانوا وحول البيت هذا يجيب نايان بس يجيب بابا يعني بنيت يا يجيب بابا ليش يقول كوري تأبوني في سنين كمالي أي هيتاك خالد جرين قبل الله روح له بدل مقوى أمانة جي حتى وحنا قلت نيول بتكويد وقيمة هذا إنه وقهيسه بركو حياه بدنا مركز دات كان وكهل وصوري صوبها مركز دي الحوقة وطلع شرا جرين كوانا في عن تهاي أقول كالله يتكبع هنا وحاسي جاي أنا وخدوه تريديو وأنا خبرو وعطيبي المساسي ما تاني الولا وقت بي وقت بي وقت بي وقت بي حيا هلا ما سين ولا كذا جزاك الله خير ولا ولا عليك الله كم شيء خير يا باين ما سنت ولا كذا جزاك الله خير هاي سوق سوق المرة بعد فكر كده كم أسكو أروني يا هدرتان أو سيد ال دليني يا هذا على لو كن إزاي توقع هذا بالعبنا يا الأسبوع باي نوقع هذا سامر كا نلير لو وجود بدون تا وقت يدي ي وح ي كتشران هذا إرتان إيه وقال عن موضوع السب يو يدق السب يو نول السب سي وقال عن مركا سعاش صراحة ويدينا فايس سي كل هذا هاي مركا داد روح سلام عليكم عليكم السلام هبر ريب سو على هبر ير ها وكم سعيدين هروح نقول دينا هذا 2018 بقلينا سامر كذا اللي يرد وجود بكران هير كأي هذا ما في تشوجان أي أبودي كران هير كعصب ما تك سنة كعصب لقب سن كران ينول العصب بلاوي كران هدي وأقول إن هاي إن أيق اللي بعث هذا بدن كده هي ستة قف قني ما نيان أيق جايين إن أهين أضي أما نين كلاتو ما قف كلاتو لكن 99% إن أيق تهاي أنت تك أنت أيق جايين ده اللي يرو مركا يعني مدر در التيس اللي انت معني متكال انت بدن كنت بدن كنت عاد حضرات اللي انت اللي بعتوا اللي انت يو حمانت يو حكى له وعيقة مركا سام مركا ولش لما قبلها ستة ووعي كلين كرنا 2018 مركا لقب سن كران سنة كل عصب ينالو عصب يفكر عصب يشقى عصب عمل أولاً هابري هرتا أن أغلق إلى يعقوب ركيو أن أولاً هرتا وإن دين تلون نقضه لأن يردو هابري يرفقل كيبا بقل وحوياً حرق إلهي قفكم أولاً هرتا هابري يرحق الدين توين لون نقضه وإن إلهي معركتي لطلصارته لأن يردو وإن يدداشو
adalabadii wiil oo is-ag fadhiseen uu daadooda ma garanayo ma fahante, laakiin markaan warkooda qiyaasay war aan faseex ahayn buu ahaa. Laba ninaa qabyaaladaa isku haysataa, ninaa isku haysataa xanuunka soomaalida ku dhacay baa wuxuu yahay qof baa mas-uul qaadaya, wuxuu noqonayaa ama maxay ahay taaye baresidente, ama wuxuu noqonayaa maxay ahay taaye xildhibaan, ama wuxuu noqonayaa haddii alla ku yiraahdo maaragtay madaxweyne. Madaxweyne qofku markuu noqdo waa qof mas-uul ah, ummadda soomaaliyeed oo dhan buuna mas-uul ka yahay. Qaladkiisa markii haddii loo sheego macnaheedu ma ahanin in qabiilka reer hebel la necab yahay. Qof aan meeshaba joogin oo sakiin iyo harag iyo muddi wataa dusha kaaga soo dhacahay wuxuu ku leeyahay reer qabiil hebel baad maagtay, waxbaad qabiil hebel ka sheegtay. Taasi marka waa qalad weeyaan dhalinyaradu. Qabiilku waxun ma ahanin qofka inuu dhalashadiisa yaqaano ceeb ma ahanin, laakiin in ay ma aragtay ay dhanka xun u isticmaalaan baa qalad ah. Waxqabadkana waxay ku heli karaan ilaahay oo tala saartaan iyo wadajir. Ummadda haddaynan habar yar ayna wadajir noqonin horumar ma gaarto, haddaynan daacad isku ahayna horumar ma gaarto. Maanta aniga adigu haddaan dhahno guri dhis oo adiguna aad gabar tahay aniguna islaamde aanahay daacad aanahay, waxaa laga yaabaa inaan dhismaha si wanaagsan aan waxu dhisna, laakiin waxaan daacad ahayn oo beeni ku jirto waxba lama hagaajin karo. Waad aragtaa annaga madaxdeena suudad baa maanta oralaysitaa, been baa lagaa kadahayaa. Ra-iisul wasaare suud buu kuusoo xiranaya, madaxweynuhu suud buu kuusoo xiranaya, xildhibaanka suud buu, balaayo dhan oo wada suudadaysa wey, askartu suud bay kuusoo xiranaysaa. Waxa ay sheegayaan oo dhanna wax ka jirta mala, waa qaa'imiin waaye. Hadda midkan xer ilaaliyaha la oranayo Soomaaliya maalin dhaweed wuxuu yiri qof kasta oo qalad sameeya sharcigaa qabanayuu yiri. Hadduu sharciga uu sheegaya ee ay sax tahay isaga laftigiisa sharcigu maanta ku dhacay xilkaha ka dego hays carsiro makaa yeelaayo. Dowladdii shalow markii ay dowladdii hore ay joogtay waxay ku dhaliili jirtay in boqolkiiba boqol uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu maalin kasta dhoofo, uu qarash badan isticmaalo, waddankiina Ugandais joogaan, inay Itoobiyaan joogaan. Madaxweynahan duul hayaaba la yiraa midkii intaas shalay kusoo xergalay oo yiri duulitaankana waan yareynayaa, xabashadana waan yareynayaa, ajaanibkana waan yareynayaa. Ajaanibkii asagaa sii badsaday, dilkii asagaa sii badsaday, dhooftaankii asagaa sii badsaday. Marka waxaan maqli jiray naagta Soomaalida waxay ku maanaha jirtay markii naag la guursanaya been baa lagu soo xergalayaa, runa waa lagu dhaqaa mugt. Marka been wixii bay asmaamaayada halkaas loogu talagalay doonnimadu isticmaaleen. ashida dadanka yani ka wala dhalinyarada aniga waxa rabaa seem okay dadkii hadda way qabtaan marka habar yar waxay uga baahin karaan dhalinyarada ilaahay iyagoo tala saarta, ilaahay iyagoo loo noqday inay isku duubnaadaan. Sax, dhalinyarada laftigeeda isku duubnaashii hadda kuwa diyaar u ama ahnin. Waad aragtay boqolkiiba boqol qurbaha habar yar qurbaad hadda joogtaa, xaafadda aad joogtay kasoo qaada rag iyo dumar boqolkiiba boqol gabdhaha waxbarta soo ma ogid. Shaqo markay noqotana gabdhaha shaqeeya. Waxaad arkaysaa soddon iyo shan jir ninka aniga hadda yani baadiyan ka imid eedo aan kuu sheegay. Anigu markaan wiilka yar oo 12 sano uu jira oo baadiye ku dhashay wuxuu maskaxa wuxuu lahaa 4 jir. Hadda waxaad arkaysaa soddon iyo shan jir waxaad arkaysaa surwaalku ka dhacaya halaf 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 halaf. Surwaalkan suul la-aanta oo lala wareegaya maxaa loogu talagala mataqaana, waa dadka jeelal, macnaheedu jeel baa, niman jeel ku jira, dadku markuu jeelka ku jira suunkaa loo diidi jiray soo ma ogid. Dadkan caqliga lahayn oo slavery mentality-ga ah marka waxay ka dhigteen xarago. Kuwaanu ma yaqaaniin miska lagu xirto mala 7 jir baad arkaysaa. Waxaad kaloo arkaysaa nin weyn oo 4 iska daayo 50 sano afka ka jaro, waxaa arkaysaa surwaal jaxjaxan oo jilbaha ka go-an wata. Marka dhibaatada horta annaga waxayba naga haysataaba boqolkiiba boqolba waa ragga Soomaaliyeed weeye. Dhalinyaradii iyo waayeelkiina anagu waa kala soo cilaanay hadeertaan. Aniga da-da aniga aan jiro beenkuu ma sheegayo kuwo aniga aan isiri ama waa kaa weyihiin oo sano 6 bay galaan sidaadoo kale. Oo waxaad arkaysaa surweelku halaf halaf, xambuq xambuq, halaf halaf. War odagan sano 6 maabul ku jiraaya dharkaana dharkiisi ma maxaa u geliya dad tirana waa kula diranayaa. In shaa allahu dhalinyaradana waan waanineynaa, isku duubnaasho ayaa wax lagu qabsan karaa. Marka ilaahay subxaana qaadiraha
هاسكود مال كستان كناو عن الفنانين تحت أمارك الميقف أنا هسي كريبة وكل فنان بارو أفقه بارو لو ما أنتوا لكو أكتاعن مال لنا لو ما فد الفنانين تواجه هرا وح هنونين يحبي كتشران كو ما أنت تم محمد سقبل كأي أنا لين عبي كهور ما يقبل كوا ولا بركوبة ما شاب الله صفر السنة يا واحد أركيسة ناقبل أركيسة قبل كوا الله سو قبل الدفاع يس أما نبل أركيسة فنان شيء أنا يو بالوين وماشي كوا صفر السنة يا أركيسة مرك أنا حلي واحد واحد 99% ده كده جسنا واحد اللي يرو أنا مرك حلو واحد اللي يرد تقبل حاضر هلا أسبوع بروح ما يا إشاء الله دلني يرد إلهي وقولين يا كوا ودن كتشوجن وحالنا هي كوا قربها تشوجه وإتحانك وكل عين لكن إذنك كوا دلك تشوجه وبقولك وبقول واحد مودا إذنك هذا مسكح أهان يو وحبرش أهان يقبرد أهان بإنت بينا دسنتين من كان ودن كتشوجه أو ما لحد الشيجنا يانا وإتحانك لفت جود وكوا ده عين وكوا ده دهتين اسبدل بقى إن شاء الله بإذن الله كريم بنا في سعداء عن ملاينا إنا محي هي تاي إلهي ودك كينانا نبضها نوغردقو داد كينانا حقا الله تصمر كهابر يرأ ديقن القبابة ده كدالي ما كدالي إن شاء الله ها مركا قبل بضن باه كتشرة ماشر ويلر بضن باه كتشرة وعيالها وناكسن إلا شير قري حد حدي عاي أهان لهاي بينكو مشيقة هايو همين دويد تطبع قبيل عين يشم بقلبه إشترى ماشي شررك 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 قبيلة يوحى من مالها فكر كوناكسن يوحى وناكسن ليس دافسنا يوم مرة بعد عيدا كهلان وقبيلة كهلان ووحى من بيك ضد أمط دن أفرسه أفك الصومالية ورشيا كان كوايا ورشيا كان كوايا طريقة هبر الكوده إيشة 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 وركو مركها هدون نقض ورقة يركوتش رقف كيو نبى وحنا نقنا يقفها بعسن حق إيشة تعمله قلم وركاسة وحورة وحنا قتيفة وحدك على شحن وشيا وحماني كوتشرتو وحنا عيب كوتشرو مركو أمضى دن أو وحنا هي آم بتشعلين بوناقة أنا تشعلين حمان تلقوه دوود التاجين هيد مركا إلهي غيرك أنا هيا هور مع السلام عليكم هابرير عليك سلام هور مع خير ورجلا حقر عادي كان رالي هو بدنا بس وجزء وما حصلت هاي الرالي هو ورت الموضوع ما أنت كلينه ودلين يرد دلين يرد سيلو سوتشيديا دلين يرد سي أيه قف فكر كله بلاوان دلين يرد سي أيه وقف سن كران أيه ونقف قال أيه نقص كانين معناه يعني قبيل أما دو ما ملقوليت أما وح كله تا أيه قص سي وقف سن كران حكي بقبل لاوان إن أنت وبكال ليه ما أنت مركول السود هو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كريم وقت السلام يا أديقي دمان بلشوين تسوماليين دافاها دونك كريتش ده قول كان كنتي أدري باي إفرح قل نيسا داد أديقو كلاة ومدى سوماليين ولي أنوال دانينا ينا ميلاها مينكا و ومدى الصوماليين أي كفر بيضو نشكود إني تلمامان مركا مركا كواد وحن كله إلهي سبحانه وتعالى عقلقا هو بركيو آمين بليس شير براي أفتك ما أنتوا بدن بمرسو كل مرة بحن شير قري بليس وين بريا عرب عرب كان إلهي سبحانه وتعالى كتوسيو ولا ديال مركا كواد دلن يرو رفولوشن كستا وقدوم كدعي ها ها مد عقل كوني كوبيس كريسن أما ها ها مد نقل السماوي وإلهي كوبيس كريسن وحاوذي وفرموت كاها وحاهين لليرضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دتكي قرب قبطي ووهي ليي حلقي دينتو أي عصبيد وحاهين لليرضا حاين نبي قوقيد لي ورها وحالي دي يعني مارتي دخندادن هي حتى أضياشين واتمام جلين قبيلة بدرياتك أقع بدورك نقطعي يعني قبيلة هدي وضد وناكسن أو دليرة أقعان
معنى يشاء لكن اللي يرضوا هذه الوضوء معنى ما يشاء بيقول ياشا سكوت هذا وقتان هذا الوضع كان تركيا اللي يرهدو وأدونك لغيا بينه يعني سيدا ودقالي شو كريو سيدا كالسوني شو كريشو سيدا وحقبت كيسا عم إسلام كالقرب استاقي شو كريو يوم البابا قورت لغفيريو وحيارها وميشا وكبع بضان للي يرضى وأدو للي يربضيه وحل دون أي ولا ليال إن للي يرضى الصوماليات هرتا أي حروضه حرمة للي الصوماليات مسكحضة الحركة كيف حروا بكرام؟ سيدا اللي يرضوك حروا بكرام مكام؟ موضوع عن هرتا ولا ليال وموضوع قضى بلارن أنا كل بهدار سيراه كهضل بالبان وذكرا وموضوع وين لكن واحد ربع صدح نحر و يعني أن دور دقو خوكو بينا الشيبو للي يرضوها وين هرتا وقتا إن يهين إن لحيسته وإن وقت قفكو ورمو وحقبان كرا مركو وقادو إلاديه سوي وإن وقتان سيلو حيستا وحلقا حيستا حقي مسكحضا بحلقا حيستا وإيو وحد عرقتان وحد ديمان يواد ليرو وحد القدول يواد ليرو وحد مستقبل كوضي آياتين كوضي الوعيان يواد ليرو أذيقا مركي آد هنقا دي وآد استيلو وحقبسو وحبرو aya dalkaagi iyo dadkaagi la burburiyay sagaashan koodi dhalinyarada hadda ka caantay sodon meelaha si jiraan waxa dhici kara inay yihiin educationless oo aysan aqoon lahayn high school idna ka bixin dhibaatadaas waxa u geysay dad qabiil ku bayskareysan oo ku daaban cudurshii waxaan dhalinyarada marka kula talinaya walaalayaal waa inaan horta ogaataan in laydan haysto markaad ogaataan in laydan haysto يعني ويل بعد سؤال حكوا لي هاي دلني يرد ما كوا قرب شوكت ميام مس كوا دل شوكت لا بد مس كوا شرام مس تأكل ساري كرو لا بد وده بقى لا بأكل ساري كرو إبرمن تيجا دلني يرد أروح على سلاح دلني يرد قربه هو يبدل يسا واي إبرمن تيجا قف كوا وبدلا قف إبرمن تيجوا وبدلا وحنا سلاح مركي قربها ليمي ويدتك وحركين وضمهر مريحكين dad gaagaaban dad madow dad cad dad aan muslim ahayn kuwa muslimiin ah nooc walba oo wada nool oo institution aqli kooniya ka dareeray dad wada harsanay qofna qof dhibeen goortay ummadu aragto dhalinyaradu goortay aragto wadan ku laabto waxay dhahayaan war dad aan muslim ahayn dad muslim ah oo gaala leh oo cadaan leh oo madow leh oo indha yar leh oo nooc walba leba ummadu wada nooshahay maxaan u wada noolaan weyn anagoo muslim ah soomaali ah isoo abtiya ilmaadeer ah isdhanlay isku dagaana isku luuqad ah isku nooc dhan walba maxaan wada noolaan lahay bay dhihi lahaayeen baaris marka dadka hurinaya hadda soomaaliya oo dhibta u geysanaya oo dowlad walba iyo system kastoo la keeno yacni burburkooda ka shaqeynaya waa dadka dibadda jooga dadka gudaha jooga dhibkooda ku yar yahayba waxba dhici kara goorta gudaha gasho inaadan qabiil iyo xamaqalba dadka ugu xun oo dhibka badan waliba dadka social media haya dadkan halkaan meelahan dhex fadhiyo waa marka qodobka goorta ogaadaan dhalinyaradu in la haysto waa inay jeexdaan wadiiqadii uu qofku u kaga bixi lahaa markaad ogaato inaadan aqoon lahayn waxaad diyaarsanaysaa aqoon meel aad ka doonato iyo qaabkaad u doonan lahayn dhalinyaradu baladuhu fiiri dadka dhimanaya hadda maalintii dhoweyto dhibku dhacay xamar ka dhacay shan dhalinyaraa dhibatay shan dhalinyaro baa dhibatay kuwii dhalahaa dhulkay wax dhibaata u geysteen dadkay dhibaato u geysteen badihii bay gadanayaan balaayay sabay kuwii dhalahaa way noolyihiin welina ayaganawaxaan la yaabay kuwii la dagaalamayay kuwii la dagaalamayay oo kaleeto waa dhalinyaro kale iyaguna waa noolyihiin waxaa la isku leynaya marka iyaga marka walaalayaal nafteeda naftiina waxaan u dardaarmayaa inaad horta ilaahay ka cabsataan subxaanahu watacaala marka koowaad marka labaadna naftiina iyo aakhiradiina aada u cabsataan aadna noqotaan dad patriotic ah oo wadankooda jecel diintooda jecel dadkooda jecel qofka ibni aadanka oo soomaaliyeed ogow minboorabe ilaa butiyaaro ilaa kismaayo ilaa xamar waad ku noolaan kadhaa adigoo aan qabiil iyo waxba lahayn qof muslim ah soomaali ah
cid ku dhibaysaa ma jiro, dib kuu geysanaysaa ma jiro, waa been wey. Dadka waxay rabaan in ummadda Soomaaliyeed la kala qoqobo, cadaawad la dhex geliyo. Qof Soomaaliya tahay ummaddan waa wada noolaan jiray. Qofku hargeysuu ka iman jiray ilaa xamar, isagoo bahal maahay wax kale aan ka baqayn. Dadkaas soo dhex mari jiray ummad difranti qabaa'il ah oo isjecel oo walaalo ah. Waxaan leenahay kuwa ummadda Soomaaliyeed ku ciyaaraya oo jawaasiista leh oo dalalka shisheeye u shaqaynaya, kuwa shaqaynaya mar walba in ay marka maxaa aniga see kula tahay see dhalinyaro marka isku abaabuli karaan naw hadda waqtiga maadaama socdo online macnaha 2018 la gaarabo, see marka dhalinyaro hadda isku abaabuli karaan, see ayaga hurdada hadda uga kici karaan, see ayaga isku aamini karaan, intaasaan rabnaa. Waa in motivation la sameeyo, encouragement, dhiirigelin waa in la sameeyo. Waa in yacni maaragtay dhalinyarada dad hogaamiyaal ay usoo baxaan oo la hadla oo wuxuu sheega oo meediyaha kala hadla oo diintooda iyo dhaqankooda iyo soomaalinimadooda yacni maaragtay ku encourag gareeya. Waa in la helaa dad fiigara ah oo aftahan ah oo daacad ah oo waxa ay sheegayaan iyo qalbigooda iswaafaqsan yahay oo gudaha jooga oo dibadda jooga oo dhalinyarada la hadla. Waa in lala dagaalamo qabyaaladda iyo qurunka iyo waxa la halmaalo oo dhalinyarada loo tuso inuusan qabiilku macno samaynayn. Waayo 27 sano buu qabiil macno samayn lahaa, reer reerka adag ma jiro, lakala adkaan waa hadii lakala adkaanayo waa horaalaysaysan lahaa. Marka intaasoo dhan loo sheego anu intaasaan aaminsanahay. Aad baad mahadsantay dhammaantiin, waan salaamaya. Asalaamu calaykum. رالي هذا إن وأرمى تروح خليه بيت وسبب بقولك أنا برم دام يتعب وقت لا سعد عيد مسجد شدو لكن كيف أنا مكان لي ما دام وأبد بديت في رصدين أو فين كبر أنا كده كان لي عيد دلني يرادا سيد اللي يرى لو سو شيء دن كرام سيد اللي لفت جذور دو وقع كرام سيد اللي يرادا أيق وقف سن كرام أيق ونقفنا قلاع عسكان أما قبيل عسكان أما إن حلبان أما ومصيرة أما وح قلاع تي عسكان وأيق سيسكو آمين كرام تاس بان كهاد لي نركو مثلا تين جزاك الله خيرا كلين فيديو غشير كرايا بليز الموضوع عن وامد سعونايا وعن ربا إنا كلا هذلنو أن أغانو إلا جوابتي سيدي 2018 وعسوبي هاي سيبا مركو كاري كرنا داقان عسوبيو علم عسوبيو وانا عسوبيو شقا ودا شقاين عسوب كدي دالي يرادا ملقا استايبو تشوغان وما ستاك سوغلي نيا سوغف باردي لي سوغلي okay what so galisa marka ku soo dhawaa marka taas weey mowduucan mowduucan wax weey mowduuc muhiim ka ah sad wa walaal ma sha Allah fikirkaaga insha Allah ka dhisi igi daba gaarsiibal hadda soo galay ralli ahow maanta mowduucaygu wuxuu ahaa waxaan ka hadlayaa dhalinyarada see ayaga dhalinyar isku aamini karaan see ayaga macnaha ugu soo ceshan karaan haybadoodii iyo sharaftoodii iyo dhaqankoodii iyo wax alla waxay tabanayeen oo kaleeto. Yacni maanta waxa jirta odayaal inay ku shaqaystaan dhalinyarada waardiyo iyo waxaan la joogno ka dhigtaan. Marka ayaga qofka dhalinyara sabab uu ku gaari karaa horumar iyo nabad iyo wada shaqayn isaga iyo walaalihii kaleeto. Inay allahooda aaminaan marka hore. Sax. Inay allahooda marka hore ku xirnaadaan. Marka labaad waa inay is-aaminaan danta guud iyo danta gaaraanay ka wada hadlaan. Danta guud amar walba horeysa, Soomaaliya wada horeysa, wada dhaladka horeeya. Saas aniga aaminsanahay. Waa mahadsantahay. Aniguna saasay la tahay sababtoo ah anigu xitaa laftiga saasay la tahay. Marka madaxweynahan haduu ka baxo, haddana oday kala soo fariisanaya. How ayaga marka see ku gaari karaan hadda wareegtadan soo socota? See ayaga waa la isku shaqaysanaa. Waa marka inay danahooda fahmaan waaye, waa ubaxay soo koraayo waaye, waa kuwa maanta lagu dayalahaa waaye. Haddii marka oday oo lacaga u raacno ama oday qabiila u raacno, ayadana waxa waaye 27 sano kala dib u noqonaynaa. Waa sax. Sida aan aaminsanahay, laakiin haddii dhalinyaradu isku xirnaato, ma taqaanaa alla dartiis la isugu xirnaado, wax walba laga wada hadlo,
qofkii dhibaataysan la caawiyo, qofkii wax dhib ku dhacay laga wada hadlo, waa wax badanaa la gaaraa. Laakiin hadday noqoto odayaal la taabtay, hal wada buuqo, hala kala baxo, reer hebelaan nahay, reer ma fiicnaanayso, aqreer ma fiicna, adduunyana ma fiicna. Gadaal marka loo fiirsho 27 sano waxna soo kala waday oo adduunkaas nuu kala firdhigay, waa reer hebel. Waa reer hebel meel ayna gaarsiisay male, may sax wey, derbiga la soo salaxnay, waa ka nin walbaba hadda meel iska fadhiyaa, waa ka sax wey. Waa waxaan yaabanahay, waa run waxaan leeyahay aniga dhalinyarada haabkam ayaga failka si usoo geli doona next year, haddeerta waqtiga dambe ku xiga seebe ayaga isku abaabuli karaan oo ayaga failka usoo geli karaan oo ayaga isku tashan karaan inuunan aaminin mid qurba joog oo weefta ah dhalinyaro dhan ka hadlaya ama qurba joogwaa ku fahmay. Hadday gurub gurub samaystaan meel walba adduunka ay ka joogaan, meel walba oo maamul goboleedyada jira ay ka joogaan, meel walba oo mataqaanaa Soomaali ay degtay ka joogaan, hadday gruub gruub ay samaystaan, gruubkaas ay guddi sameeyaan, guddigaas ay mataqaanaa ay wakiishaan, labada guddooyinkaas ay isku wada imaadaan, ay wada shiraan, guddi walba ama deegaan walba ama maamul goboleed walba wixii usoo loo soo qaaday ay habi ku noqdaan. Waxa oday waa baxa, wixii 45 ka weyn waa baxa, daaqadoo ka baxa hadii la is aamino. Laakiin hadday noqoto professorkaano oo 60 jira wataa, kana u leeyahay dhaktarkaano 80 wataa, dhibaatay leedahay. May warqadahan waa professor yurut dibadaana la iska soo aaday, waa 3 baxbo oo 3 bilood ama 6 bilood oo wakiisbiisacabaaa samayno nobody knows u yahay ma yahay mise maba yaaba ogba inuu leeyahay professor hebel baa iska dhahay. Yaa professorka waxay iska noqotay shaati camal, waa sidaa sheekh kale sheekh hebel leeyahay. Marka sheekhna malaynayo inay sheekh waa jiran, sheekh ficna waa jiran, laakiin dad baas kala baxa sheekh macnaa ah iyo professor macnaa lahayn. Professornadan itana maanta wax maanta control in soomaali ma jirto. Professor ani waa hadalkaani adiga doonay. Exactly. Marka waxa aniga hadda aniga see ilat see hadda ila tahay wilash way wax dhimanaya ayaga way wax maaragtay. Ha ani marka ani waxa ila tahay ha waa ku fahm abay may ani waxa rabi wilash isku tashtaan wayaga ay maaragtay dhaqankoodii ayaga noloshood maadaama hadda tuta waqti waa dhammaaday hadartaan aan waxaan rabinaa inay is-abaabulaan inay is-abaabulaan hadda ku fakaraan. Yani marka hadda madaxweyne sii noqonaysa waa inaad sii fikartaa, waa inaad sii dhisataa, waa inaad sii habaysaa. Haddana mid kale taa inama macnay madaxweyne noo noqonay taas anaga digeyna. Marka asalaamu alaykum. Waalaik salaam, how are you? Are you okay, my sister? Yes, I was just talking, maybe you could talk in English, because I was talking about how the youth to, you know, use their own brain and become a leader for themselves. How, what do you think? Mm-hmm. Okay, children okay? Yes, but do you have any idea or anything that you want to say? You in life. Oh, good life? Yes, good life. How a youth can, you know, become a leader for themselves and for the populations. Okay. You have an idea, any idea what how youth can be a better leader for tomorrow? Okay. Thank you. Do you have anything to say about that? What did you say? Do you have anything to say about that? Amarka sas way sas. You're scared. You're not saying anything. Why aren't you not saying anything? Yeah. Will come the high much of him happen. Aniga baya. May will kakala kola for you. I will kakala violence for the violence of the inoya. Ha, like if you can kiss him, we shall go. What do you think about it? Yeah. Fakir kiss him, we shall go. So cool. Why is it? Aha, okay, that's why. Okay. Anyway, maatsan tahay, jazakallah khair, yeah, no, America, qofkala rawayna sugliyo, yeah, sugliyo. Aya, thank you. Maatsan, jazakallah khair, no, maatsan tahay.
thank you guys marka wax maanta ka hadlaya waxa weeye dhalinyarada si dhalinyara waa run may fahmaysa da ku fasiraya waxaan ka hadlayna waxa weeye dhalinyarada maanta dhalinyarada soomaaliyeed say ayaga berri u noqon karaan madaxweyne xildhibaan maxaa la yirahdaa wasiir iyo waxay oo dhan say u noqon karaan ee uga bixi karaan problemka ay ku jiraan maanta taas weeye mawduuca maanta waxaan ka hadlaynay oo dadkana maanta kasoo hadlayeen haddaa fikir qabtaan waan soo gelinaya in sheegi kartaan haddii kalena dakii kala soo dhegeysansaan say idinla tahay labada qof ku jira hadda marka taas baan ka hadlayay problemkaasaan maanta ka hadlayay marka waa mahadsantihiin jazakallah khayran kulligiin oo dhan qof kasta oo maaragtay soomaaliya waxaan rabi lahaa inuu ka fakaro aayihiisa oo dhalinyaro ah qof kastoo dhalinyaran ka hadlaya oo dhalinyara waa inuu aayihiisa ka fakaraa inuunan u shaqeynay nin jinniltaga ah ama naag wiftaa meel iska wareegeysa uuna ku fakara isaga noloshiisa iyo futurkiisa marka waa taas insha allah waxaan rajeynayaa khayr iyo bashbash marka mawduucan waan sii wadaynaa ilaa iyo waqti laga gaarayo doorashada cusub ee madaxweynaha marka ilaa waqtigaas baan wadaynaa oo mahadsantihiin jazakallah khayran kulligiin oo mahadsantihiin cabdicasiis sasoo gasha hadarta fikir ma qabtaa ma soo galaysaa mise waa iska dhegeysanaysaa hadaladeen anyway anigu taasaad ka hadlayay jazakallah khayran adig okay ha okay okay waa run english ba ku hadlay waa run englishkan waxaa ugu hadlayay because wiilka english ba ku hadlaya that's why englishka ugu hadlay marka maadsantihiin mawduuciga taas buu ahaa dhalinyaro see ku noqon karaan future leader iyo see ku noqon karaan kuwo isku tashta ayaga kuwo ayaga horumar gara kuwo ayaga noloshoodii ayahooda ka shaqeyn kara ayagoona dhib iyo dhibaatan qofna u geysan isticmaalaan maskaxdooda marka taas weeye su-aalaha maanta ka hadlaya jazakallah khayran kulligiin videowadii hore aan soo duubana soo eega anigana waqti dambe hadda ii noqota marka waa mahadsantihiin jazakallah khayran kulligiin asalaamu calaykum waraxmatullah